بعد وعود محلية وحكومية إلى الخريجين بتعيينهم، إلا أن هذه الوعود لم تضعهم في قارب نجاة التعيين في ظل بحر الفساد الذي وأد التعيينات بالمحاصصة. احنا خريجي كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كركوك، كل الأقسام اللي هي إدارة أعمال وإحصاء واقتصاد، طلعنا للمرة الثانية عشر التوالي أنه نطلع بمظاهرة، وهو حقنا به حق التعيين. طبعا هنا هواي الناس موجودين، عددنا دا يزداد يوم على يوم، عددنا 235 الاول يطلبوا منا انه تقليص الاسماء، وراها قلصناها العدد 165، وهسه الان هم دا يزداد اكثر واكثر، لان مثل ما تشوف ماكو استجابه. خريجو الاداره والاقتصاد خرجوا بتظاهره امام مبنى المحافظه للمره الثانيه عشر على التوالي، مطالبين بضروره تعيينهم في شركه نفط الشمال، كون أغلب الخريجين تجاوزوا العمر المحدد للتعيين. كل سنة عن سنة تفرق تمشي، يعني ساعدنا الخريجين بال 2011، زين هذول مر عليهم وقت عمر دا يمر عليهم. أوكي، هو هسه قانون الجديد، مال قانون التقاعد الموحد 60 سنة، زين أوكي اللي عمره 40 سنة وبعد ما متعين شو يسوي هذا؟ ودا يمر وبالآلاف دا يتخرجون، هاي كلها سنوات تمر عليهم. تستمر تظاهرات الخريجين على أمل أن يتم تعيينهم، معتبرين أن هذه المطالب هي من الحقوق وليست منحة حكومية. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.